السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام، أهلا بكم جميعا مع حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء. طبعا أصبحنا على مشارف الامتحانات، وقد راجعنا في حلقة سابقة بعض المراجعات العامة في بعض فروع اللغة العربية، واليوم مع الحلقة الثانية والمراجعة العامة. وسوف نراجع اليوم بفضل الله ومشيئته على بعض فروع اللغة العربية، الأدب والبلاغة والنصوص والنحو إن شاء الله. إن شاء الله هنبدأ إن شاء الله معاكم دلوقتي في الأدب مباشرة. اتكلمنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة عن التعبير، وهنراجع معاكم النهاردة بعض الأسئلة في الأدب، ثم ننتقل إلى البلاغة كما قلت والنصوص والنحو. نبدأ بالأدب مع السؤال الأول: تحدث عن الغزل العفيف، وهل استطاع أن ينافس الغزل الصريح في العصر العباسي؟ طبعا سؤال سهل لو جالنا في الامتحان. الغزل العفيف هو نوع من الغزل الذي وجد في الأدب العربي في العصر الجاهلي أو في الأموي أو في العصر العباسي. هذا النوع من الغزل يشكو فيه الشاعر آلام الشوق والجوى والحب، فهو نوع من الغزل العفيف الذي لا يصرح فيه الشاعر بمفاتن المرأة الجسدية. وهذا النوع من الغزل لم يستطع أن ينافس الغزل الصريح الذي ذاع وانتشر في العصر العباسي. أما أهم أعلام هذا النوع من الغزل فهو الشاعر العباسي المشهور العباس ابن الأحنف. ننتقل إلى سؤال آخر في الأدب، السؤال الثاني: ما الظاهرتان اللتان تميز بهما الأدب الأندلسي؟ ونقصد بالأدب هنا النثر. المعروف أن الأدب الأندلسي تميز كنثر بظاهرتين أدبيتين، وهما عدم وجود كاتب أندلسي مشهور، وعدم استحداث مذهب فني جديد في الأندلس. ده الإجابة. لكن احنا عارفين، لو عشان يبقى عندنا معلومة أدق ومعلومة بالتفصيل، لأن الأدب الأندلسي كان مقلدا للأدب في بلاد المشرق، وسألنا السؤال ده قبل كده عشان لو جه تاني برضو بنأكد عليه. بنقول لك لماذا قلد الأندلسيون المشارقة؟ لمجموعة من الأسباب. أولا لأن المشرق هو أستاذهم الأول الذي يجب أن يقلدوه. الأمر الثاني، يشعر الأندلسيون بأنهم جزء من العالم الإسلامي وأنهم حاملة التراث، وأن المشرق هو مهد اللغة العربية، لذلك قلد الأندلسيون المشارقة في أدبهم. ننتقل إلى سؤال آخر في الأدب: فيما تمثل الاتجاه الوجداني عند خليل مطران؟ الاتجاه الوجداني عند خليل مطران كان يرى أو ينظر إلى الكون والطبيعة من خلال أحاسيسه ومشاعره. تمثل مطران الكون والطبيعة من خلال أحاسيسه ومشاعره، ومتأثرا في ذلك بالرومانتيكية الفرنسية. إجابة سهلة وسؤال سهل وواضح. ننتقل إلى سؤال آخر: ما أسباب اتجاه خليل مطران إلى الاتجاه الوجداني أو إلى الرومانتيكية؟ طبعا برضو سؤال سهل لو جانا في الامتحان. هنقول فيه: بسبب موهبته الفطرية، احساسه المرهف، ونشأته في طبيعة لبنان الجميلة، وتأثره بالرومانتيكية الفرنسية. ننتقل الى سؤال اخير في الادب: ما مجالات او ما موضوعات المقال؟ طبعا المقال تعرفون انه نوع من النثر الفني الذي ذاع وانتشر في العصر الحديث، وله مجالات كثيرة. أما أهم مجالات المقال فهي المقال السياسي، المقال الاجتماعي، المقال الاقتصادي، المقال قد يكون مقال فلسفي أيضا. يعني إذا تتعدد أنواع المقالات على حسب الموضوع. لو سألني سؤال وقال لي مثلا أنواع المقال من حيث الشكل، مقال قصير ومقال طويل، أنواع المقال من حيث المضمون، مقال تصويري، مقال نزالي، مقال فلسفي. هذه بعض الأسئلة في الأدب، وكنا رجعنا المرة اللي فاتت، لذلك نذهب إلى البلاغة كي نراجع في البلاغة قطعتين من قطع البلاغة أو من أبيات الشعر، لنذهب مع الأبيات التي تقول: ولم أرى مثل جمع المال داء
ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام أو الشراب. وخذ لبنيك والأيام ذخرا وأعط الله حصته احتسابا. هذه الأبيات الجميلة قد يأتي عليها مجموعة من الأسئلة، طبعا أنا هحاول أن أنا أزيد في بعض الأسئلة، لكن في الامتحان أسئلة تيجي بقى بسيطة، ثلاث أسئلة تقريبا وأسئلة بسيطة. لو مثلا سؤال وقال لي ما الذي تدعو إليه هذه الأبيات، يتطلب مني في مثل هذه الأسئلة أن أقرأ الأبيات مرة أخرى، أحاول أن أفهم معنى هذه الأبيات. طبعا البعض يقول هناك كلمات لا أستطيع أن أفهم معناها، أقول لك من خلال سياق الجملة تستطيع أن تتعرف على معنى الكلمة. إذن الكلمات بجوار بعضها من الممكن أن تتعرف على معناها. إذا نظرت إلى الأبيات التي قرأتها لك منذ قليل، حاولت أن ترى أو ما تعرف ما الذي تدعو إليه هذه الأبيات، هذه الأبيات تحثنا على الزهد والقناعة وعدم الحرص على جمع المال من الحرام. فالمال شهوة وحب جمع المال شهوة، فيجب أن تكون حريصا على البعد عن هذه الشهوة حتى لا تقتلك هذه الشهوة. بمعنى أنا أسعى وراء جمع المال ولكن من الحلال، عليك أن تزن الأمور جيدا وتعلم أن هذا المال من أين تأتي به وفي أي شيء تنفق هذا المال. إذا فعلت ذلك فأنت في أمن وأمان. إذن الأبيات باختصار أقول تدعونا إلى تحري والبحث الدقيق عن مصادر جمع الأموال، ثم مصادر إنفاق هذه الأموال يكون في الحلال أيضا، وعلينا أن نتقي الله وأن نتصدق من هذه الأموال. نذهب إلى الأبيات مرة أخرى لنسأل عليها بعض الأسئلة. عايزين مثلا يقول لي إيه، استخرج من الأبيات أسلوبا إنشائيا وبين غرضه. طبعا احنا قلنا قبل ذلك الأساليب الإنشائية، الأمر أسلوب إنشائي، النهي أسلوب إنشائي، النداء أسلوب إنشائي، الاستفهام أسلوب إنشائي، والرجاء والتمني بيدخلوا معانا في الأساليب الإنشائية. أما ما عدا ذلك نقول على أسلوب خبري، أو ربما يكون خبري لفظا إنشائي معنا. طيب هنا لو بصينا على الأساليب الإنشائية هلاقي في البيت الثاني فلا تقتلك شهوته، لا تقتلك هنا لنا هي، فأسلوب النهي هنا أسميه أسلوب إنشائي. طب الغرض البلاغي هنا النصح والإرشاد. طيب سألني سؤال تاني على نفس هذه الأبيات وطلب مني أن أستخرج أسلوبا خبريا وبين غرضه. طبعا البيت الأول ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابة، ده أسلوب خبري الغرض منه دائما وأبدا، أسلوب الخبري غرضه التقرير والتأكيد. على إيه؟ التقرير والتأكيد هنا على أهمية التحري في جمع المال والبحث عن مصادره الحلال فقط، وبيان أن جمع المال داء ومرض خطير يصاب به كثير من البخلاء. طيب قد يسألني سؤال آخر، يسألني ويطلب مني مثلا استخرج من الأبيات محسنا بديعيا وبين قيمته الفنية. استخرج محسنا بديعيا، أنا بديك فرصة عشان تقرأ الأبيات وتستخرج المحسن البديعي. طبعا المحسن البديعي في الشعر عندنا أو في النصوص اللي عندنا اللي احنا درسناها أو ما درسناهاش، عندنا الطباق والمقابلة والجناس والازدواج في النسر والسجع في النسر، حسن التقسيم في الشعر، عندنا التورية، عندنا مراعاة النظير أيضا، في الاثنين موجودين. دي بعض مظاهر بعض المحسنات البديعية. طيب أنا موجود عندي دلوقتي في محسن بديعي، قرأت الأبيات، طبعا أنا أساعدك شوية، الناس اللي لسه ما وصلتش، الناس وصلت، الناس اللي لسه ما وصلتش أقول له انظر في البيت الثالث في محسن بديعي، ها أعتقد الكل وصل ليه، كلمة خذ وأعطي، خذ وأعطي، طباق يبرز المعنى ويوضحه. طيب قد يسألني سؤال آخر فيقول ما نوع الصورة
في قوله فلا تقتلك شهوته، فلا تقتلك شهوته، ما نوع الصورة؟ وأنا أركز مع أبناء الطلبة في السؤال عندما يتكون من جزئيتين، ما نوع الصورة وما سر الجمال يختلف عن قيمتها الفنية. فلا تقتلك شهوته، قال لي مبين نوع الصورة وبين سر الجمال، أقول له استعارة مكنية حيث صور حب المال أو الشهوة في جمع المال بإنسان يقتل أو يكون حيوان متوحش أو مفترس يقتل. إذا قلت إنسان يبقى سر الجمال التشخيص، حيوان يبقى التجسيم. طب القيمة الفنية، لو سألني هل القيمة الفنية توحي بخطورة الطمع وحب جمع المال؟ طيب هو لو سألني قال لي كما يعني وزنها فلا تقتلك شهوته وزنها، لو كمل الوزنها كتب الصورة ايه؟ استعارة مكنية صور الشهوة بشيء مادي يوزن. طيب ده سؤال. ممكن يجي لي سؤال تاني يقول لي ما الاسلوب الغالب على الابيات؟ طبعا احنا قلنا البيت الاول اسلوب خبري، اما البيت الثاني والبيت الثالث اسلوب انشائي، وكرر الاسلوب الانشائي في البيت الثاني مرة وفي الثاني في الثالث كرره مرتين، اذا الاسلوب الغالب هو الاسلوب الانشائي. لو قال لي لماذا كرر الاسلوب الانشائي هيبقى هنا طبعا لاثارة الذهن وجذب الانتباه ودفع الملل والسأم. ده لو قال لي لماذا نوع الشاعر بين الاسلوب الخبري والاسلوب الانشائي، اقول ايه؟ لدفع الملل والسأم. طب الاسلوب الانشائي فقط او لإثارة الذهن وجذب الانتباه؟ اذا مثل هذه الاسئلة عندما تأتي في الابيات فهي سهلة ونستطيع الاجابة عليها. طب انا هروح لسؤال تاني، ممكن برضو يجي لي سؤال اخير في هذه الابيات، ممكن يطلب مني استخرج من الابيات اسلوب قصر. اسلوب قصر في الابيات طبعا انا هذكركم باساليب القصر وبعد كده هقول لك اطلع عند اسلوب القصر. اسلوب القصر له خمسه وسائل، خمس وسائل او طرق. الطريقه الاولى او اقول لك حدد وسيلته طريقته يعني، فعندي انما، اسلوب قصر بانما ده اسهل طريق. عندي النفي والاستثناء سهل برضه. عندي تعريف الطرفين المبتدا والخبر يكونان معرفتين. عندي ايضا العطف بلكن وبل ولا. عندي حاجة سهلة وتتكرر كتير، تقديم ما حقه التأخير. طيب اذا بصينا على ابيات بقى، عايزين نبص على ابيات ونطلع منها اسلوب قصر. يرى معايا كده، ولم ارى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابة، فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام او الشراب، وخذ لبنيك والايام زخرى. ايوه احنا هنا وقفنا ليه؟ اصلها خذ ذخرا لبنيك والايام. اذا تقديم الجار والمجرور في قوله لبنيك هسميه اسلوب قصر، بتقديم الجار والمجرور على المفعول به. طيب هو بيقول لي اسلوب قصر وحدد وسيلته، يبقى تقديم الجار والمجرور. طب لا قال لي وحدد قيمته، اي اسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. هذه هي الأسئلة اللي ممكن تيجي على الأبيات، احنا جاوبناها كلها والحمد لله. ننتقل إلى أبيات أخرى، نقرأ هذه الأبيات حتى نتدرب على أسئلة البلاغة. يقول الشاعر إبراهيم طوقان مخاطبا الشباب، ودايما بقول لأبناء الطلبة وبنات الطالبات علينا أن نقرأ العنوان، أحيانا بيكون مفتاح بيساعد في الإجابة. كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل. برضو أبيات جميلة. ممكن يسألني يقول لي ما الذي تدعو إليه أبيات الأبيات تدعو إليه الأبيات، يعني معناها عايز أشرح الأبيات، يعني عايز أقول لي بتكلم عن إيه. لو أنا قرأت الأبيات مرة أخرى بهدوء هفهم أن هذه الأبيات تدعونا إلى التفاؤل وعدم اليأس وعدم الشكوى من الزمان، ولا تسأل عن الطريقة التي تحقق بها أهدافك
فالطريق معروف، طريق النجاح معروف، والطريق للوصول إلى القمة معروف، يحتاج إلى الجهد، يحتاج إلى السعي والجد والاجتهاد. إذن الشاعر في هذه الأبيات يطلب منا عدم اليأس وعدم الحزن وعدم الشكوى من الزمان، وعليك أن تسعى لتحقيق الآمال والأحلام. طيب، ده السؤال الأول. ننتقل إلى سؤال آخر في نفس الأبيات، برضه هسأل سؤال، قول لي ما الأسلوب السائد في هذه الأبيات؟ هل ألاحظ ملاحظة؟ كفكف أمر، انهض أمر، اسلك أمر. طيب في البيت الثاني، لا تشكو، ده أسلوب نهي. لا تقل في البيت الثالث، أسلوب نهي. لا تقل كيف السبيل، كيف السبيل استفهام. إذن لاحظنا هنا أن الأمر والنهي والاستفهام كلها أساليب إنشائية. إذن الأسلوب السائد هنا في هذه الأبيات هو الأسلوب الإنشائي، أكثر الشاعر منه في من الأسلوب الإنشائي لإثارة الذهن وجذب الانتباه. طيب، قد يسألني في سؤال مباشر سهل برضو، انهض أو لا تشكو الزمان، ما نوع الأسلوب في قوله لا تشكو الزمان؟ فأقول له وما غرضه، أسلوب إنشائي نوعه نهي، غرضه النصح والإرشاد. هو طبعا الشاعر هنا فعلا بينصح الإنسان، يبقى إذن هنا الغرض من الأسلوب الإنشائي النصح والإرشاد. طيب، يأتي بسؤال آخر ويقول لا تشكو الزمان، ويطلب مني ما نوع الصورة وما سر جمال هذه الصورة. طيب، طبعا معظم أبنائنا وبناتنا عارفين الإجابة، لأن الإجابة سهلة، لا تشكو الزمان. أنا مش هشكو الزمان، أو أنا هل أعرف أن أنا أقدم شكوى في الزمان في مثلا في اسم شرطة؟ ده ما ينفعش، يبقى ده خيال. يبقى لا تشكو الزمان أو العلا استعارة مكنية، حيث صور الزمان بشخص نشكو منه. طيب، سر الجمال هنا إيه؟ سر الجمال التشخيص. طيب، هيسألني سؤال برضو يقول لي استخرج من الأبيات. عايز أروح للأبيات، أحط الأبيات قدامكم وأقول لك استخرج من الأبيات أسلوب قصر. لو فيها أسلوب قصر طلع لي أسلوب القصر، أنا مش هقول لك فيها ولا ما فيهاش، عايزك تبحث كده. لو ما فيهاش قول لي ما فيهاش. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكى إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل. يا ترى احنا عدينا على اسلوب قصر؟ اعتقد ابنائنا الطلبة وبناتنا فعلا وقفوا عند اسلوب القصر وقالوا لي ايه؟ فما شكى إلا الكسول. احنا قلنا من شوية نافي ما استثناء بإلا، او اي نافي، اي نافي زائد استثناء بيساوي على طول اسلوب قصر. اسلوب القصر دايما وابدا، دائما وابدا غرضه التوكيد والتخصيص، التوكيد والتخصيص. اذا الاسئله اللي قدامنا اجبنا عن معظمها، وعرفنا ازاي البلاغه بتاتي بهذه السهوله. يبقى البلاغه، احنا عندنا البلاغه مش صعبه، البلاغه سهله وما فيهاش اي صعوبه. ننتقل بعد ذلك الى اسئله النصوص لنراجع على بعض النصوص. طبعا عندنا في النصوص نصوص نثريه هيجي نص منهم اجباري، ونصوص شعريه بيجي لنا نصين نختار نصا من النصوص الشعريه. النص النثري اللي انا جبته النهارده هعرضه عليكم الان، نص النثري اللي هو بعنوان صناعه الاراء. يقول الكاتب توفيق الحكيم: ولكن هذا الانتصار الشخصي هو في ذات الوقت خذلان لآراء عدد كبير من الناس، وفناء لشخصية طوائف عديدة من البشر. مثل هذا الانتصار على آراء الناس وقلوبهم مفهوم من رجل السياسة، ولكن الأديب أو المفكر أو الفنان رجل تكوين وتربية وخلق، لا رجل سيطرة وانتصار. قطعة بتجيلي يجيلي عليها أسئلة، الأسئلة بتاعت النص النثري بيكون هات معنى،
هات مرادف، هات مضاد، فمش هيسألني فيها، بيكونش فيها اختيار من متعدد. الشعر فيه اختيار من متعدد، مثلا يقول لي مثلا كلمة خذلان دي مضاد لكلمة خذلان، يبقى ايه؟ انا اجيب معناها ثم اتي بالمضاد اللي احنا بنقول عليه العكس بتاعها. يعني اعتقد ان انتوا وصلتوا للحل بتاعها اللي هو تأييد. انا بخذل واحد عكسها ادعمه اؤيده، يبقى تأييد. طيب يقول لي مثلا كلمة فناء لشخصية طوائف، كلمة فناء اللي هو انتهاء، ضياع، ذوبان. طيب يقول لي طوائف مفردها ايه؟ اقول له طائفة. طيب دي بعض الكلمات اللي ممكن تجي لي، او معنى كلمة عكس كلمة جمع كلمة. يسألني سؤال ويقول لي متى تضيع شخصية الانسان؟ هرجع للقطعة تاني، قول متى تضيع شخصية الانسان؟ طبعا عندما يكون هذا الانسان لا رأي له، انسان ليس له رأي، انسان تابع، يسمع، يسير وراء كلام الناس، ليس له رأي على الاطلاق، وينساق سواء في الصواب او في الخطأ، هو امعة وليس له رأي. عندئذ نقول على هذا الإنسان أنه لا شخصية له، نقول عنه حتى في الحياة العادية بتاعتنا إنسان فلان دوت معدوم الشخصية، ليست له شخصية. طيب إحنا لو رجعنا للقطعة تاني وعايزين نستخرج منها محسن بديعي، ونستخرج منها لون بياني. اللون البياني أو الصورة الخيالية زي ما اتفقنا وزي ما احنا عارفين عبارة عن تشبيه، استعارة، كناية، مجاز، والمحسنات البديعية اتكلمنا عليها من شوية. طيب عايز اطلع لون بياني، ولكن هذا الانتصار الشخصي هو في ذات الوقت خذلان لآراء عدد كبير من الناس. انا ممكن اخذل الانسان، يعني اتخلى عن انسان؟ ممكن. طب هل ممكن اتخلى عن رأي انسان؟ يعني آراء الانسان محتاجة حد يدعمها. يبقى هنا عملت الخيال اهو، يبقى خذلان لآراء عدد كبير من الناس اسميها استعارة مكنية، حيث صور الآراء باشخاص تتعرض للخذلان وعدم النصرة. وسر الجمال هنا التشخيص. طيب احنا عايزين بعد ما طلعنا اللون البياني عايزين نطلع من القطعة استخرج محسنا بديعيا. احنا اسهل حاجة عندنا يا ابنائنا يا اولادنا عندنا الطباق والمقابلة، ما لقيتش يدور على سجع او جناس، دي اسهل حاجة عندنا. طب دور معايا كده في القطعة على محسن بديعي، هتلاقي موجود في اول سطرين، انا بساعد اهوت اول سطرين، هلاقي كلمة الانتصار عكسها خذلان، لان واحد بينتصر يعني بيدعم، التاني بيتخلى، يبقى اذا بين الانتصار وكلمة خذلان اقول عليها ايه؟ طباق، يبرز المعنى ويوضحه. طيب ده بعض الصور الخيالية. احنا لو حبينا نسأل سؤال على القطعة، ما الفرق بين السياسي من ناحية والاديب والمفكر والفنان من ناحية اخرى في تكوين الرأي العام للانسان؟ الموضوع دوت اللي هو يعتبر الهدف الرئيسي للكاتب في هذا النص، هو اسمه حتى العنوان صناعة الآراء. يعني وعايز يقول هل في فرق ما بين رجل السياسة وبين الفنان والأديب والكاتب؟ نعم هناك فارق كبير. فالسياسي رجل السياسة يريد أن ينتصر دائما لرأيه، هو دائما يقول لك أنا اللي صح، أنا اللي صح دائما. طيب الفنان والكاتب والأديب لا، ده هو ده اللي بيساعد في خلق، في إيجاد، في تكوين الرأي العام. يبقى إذن هناك فارق كبير بين رجل السياسة وبين المفكر والأديب والكاتب. فرجل السياسة دائما ما يريد أن ينتصر لرأيه ويوجه الرأي العام. أما الفنان والكاتب والأديب فمهمته الأساسية خلق وإيجاد رأي عام عند الجمهور. ده نص صناعة الآراء. ننتقل إلى نص آخر لشاعر جميل، نص بعنوان حب ووفاء للشاعر العباس ابن الأحنف. الشاعر نعرض الأبيات أمامكم الآن،
ثم نذهب لبعض الأسئلة على هذه الأبيات. طبعا النص ده هو النص الأول نص شعري، وزي ما قلت لنا نصين نصين شعريين، فأنا بختار منهم واحد، وإذا استطعت أن تجيب عن السؤالين فلا بأس في ذلك. يقول الشاعر: أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق بالعراق غريبي، كتبت كتابي كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي، أخط وأمحو ما خططت بعبرة تسح على القرطاس سح غروبي. مرة أخرى: أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق بالعراق غريبي، كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي، أخط وأمحو ما خططت بعبرة تسح على القرطاس سح غروبي. يأتي على هذه الأبيات مجموعة من الأسئلة. طبعا السؤال بيكون مختبر متعدد، فيطلب مثلا مني مرادف كلمة تسح. يا ترى تتقطر، تنهمر، تبلل، أم تسيح؟ تسح على القرطاس. طيب لو أنا تأملت معنى الأبيات، يعني أنا رحت مثلا للأبيات وشفت كلمة تسح في السطر في البيت الثالث، أخط وأمحو ما خططت بعبرة تسح، هل هنا المقصود بكلمة تسح أنها تتقطر أي تنزل قطرة قطرة، أم تنهمر بغزارة، أم تبلل فقط، أم تسيح؟ طبعا الإجابة الصحيحة تنهمر. جمع كلمة زين، أنتوا عارفين أن كلمة زين بمعنى أجمل، هو يقول عن حبيبته أجمل، يا أجمل نساء العالمين، فجمع زين هل هي زينات أم أزين أم أزيان أم أزينات؟ طبعا الإجابة الصواب أزيان. طيب مضاد كلمة إعوالي، ضحكي أم سكوني أم إقبالي أم شرودي؟ مرة أخرى مضاد إعوالي، طبعا أنا ما أقدرش أجاوب وأقول إلا إذا رجعت الأبيات مرة أخرى. فكتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. الإعوال هو البكاء، معنى البيت كده بعرفني كده، معنى البيت بيعرفني كده، فالإعوال البكاء. يبقى إذن عكس مضاد إعوال هو الضحك، إذن الإعوال مضادها الضحك. طيب الأبيات ممكن يجي عليها مجموعة من الأسئلة: من يخاطب الشاعر زين حبيبته؟ طيب أيهما أجمل، أزين نساء العرب أم أزين نساء العالمين؟ طبعا أزين نساء العالمين، لأن لما يجعل حبيبته أجمل امرأة في العالم أفضل من أن تكون أجمل نساء العرب فقط. يبقى أزين نساء العالمين أجمل لأنها تدل على شدة الجمال والإبهار، فهي أجمل امرأة في الكون من وجهة نظر الشاعر العباس ابن الأحنف. طيب يجي لي سؤال: ما الذي يجعل الشاعر لا يستطيع إكمال رسالته؟ هو مش عارف يكتب الرسالة ليه، كل ما يكتب رسالة الرسالة بتكملش، لماذا؟ هل يا ترى هو مش عارف يكتب مثلا كلمة زي كلمة مثلا؟ لا، ده هو كان كل ما بيكتب كل ما الدموع تنهمر على القرطاس اللي هو الورقة يا جماعة، على القرطاس، تسح على القرطاس أي على الورقة، كلما كتب كلاما كلما نزلت الدموع بغزارة، ابتلت الورقة، انتهت الورقة، لا يستطيع إكمال كتابة الرسالة، إذن بسبب شدة حب شوقه وألمه وبكائه. طيب يجي لي سؤال تاني على الأبيات كمظاهر جمالية مثلا، أو اللي استخرج من الأبيات أسلوبا إنشائيا، استخرج من الأبيات أسلوبا إنشائيا وبين غرضه البلاغي. لو بصنا في الأبيات مش هنلاقي فيها أسلوب إنشائي إلا في أول بيت: أزينا، الهمزة هنا أداة نداء، والنداء من أساليب الإنشاء، إذن الأسلوب الإنشائي في قوله أزينا نساء العالمين نوعه أسلوب إنشائي نداء، غرضه طبعا التعظيم والاستعطاف،
هو بيستعطفها عشان ترد عليه. طب لو طلب وقال لي استخرج اسلوب خبري، طبعا عندنا في اسلوب انشائي كمان بالمناسبه، كلمه اجيبي اسلوب انشائي نوعه امر غرضه الاستعطاف والتوسل. طب لو طلب مني اسلوب خبري، البيت الثاني البيت الثالث اسلوب خبري. طيب وما غرضه البلاغي؟ اقول له في اللي كتبت كتابي ما اقيم حروفه لشده اعوالي، يبقى اسلوب خبري غرضه ايه؟ اقول التقرير والتوكيد، ماشي صح. طب والاصح منه اقول ايه؟ اقول التاكيد على شده حزن الشاعر. طيب طلب مني مطلب اخر في البلاغه، يقول لي استخرج من الابيات محسنا بديعيا، استخرج من الابيات محسنا بديعيا. احنا اتفقنا ان المحسن البديع ممكن ايه؟ ممكن يحدده، يصعبه عليا يقول لي محسن بديعي لفظي، وممكن يقول لي محسن بديعي معنوي. فلو قال لي لفظي يبقى اي حاجه بتجيب يعني ايه تطرب الاذن وتمتلئ النفس. يعني مثلا عندنا كلمه اجيبي غريبي في البيت الاول، اذا انتهى الشطر الاول بنفس حرف القافيه نسميه تصريع. تصريع التصريع دوت محسن بديعي، محسن بديعي لفظي. ليه؟ لانه سر جمال التصريع يعطي جرسا موسيقيا جميلا فيطرب الاذن ويمتع النفس. طب لو قال لي محسن بديعي معنوي، يبقى عندي اخطه وامحو في البيت الثالث. البيت الثالث هنا محسن بديعي، ده طباق، والطباق يبرز المعنى ويوضحه. طب البعض يقول لي طب ينفع اقول كتبت كتابي محسن بديعي جناس ناقص؟ اقول له ينفع. واحد يقول لي طب ما ينفعش مراعاه نظير؟ اقول له ينفع. هي بصراحه ايه القطعه مليئه، لكن احنا عشان احنا بنراجع فمش محتاجين ان احنا ايه نطول. طب لو قال لي اطناب، استخرج اطناب وصعب العمليه شويه، اقول له عوالي ونحيبي اطناب بالترادف للتوكيد. طيب جاب لي سؤال وقال لي كلمه عبره جمع عبره، اقول له ايه؟ عبرات. اذا مثل هذه الاسئله اللي احنا عدت علينا، علل اضطراب الشاعر الشديد وهو يسطر رسالته، هقول له طبعا طبعا مضطرب لشده الحزن والالم، فهو لا يستطيع ان يكمل الرساله. طيب قال لي استخرج اطنابا، الاطناب ممكن يكون اطناب بالترادف مثلا للتوكيد، ممكن يكون اطناب بالاعتراض، فممكن يقول لي اعوالي طول نحيبي اطناب بالترادف للتوكيد. يعني ايه الاجابه؟ ايه ما فيهاش صعب، ما فيهاش حاجه صعب ولا حاجه، بالعكس هي امور ايه سهله جدا بتجي لنا في النصوص. طيب الصور، اخر سؤال في قبل الاخير، الى اي العصور الادبيه ينتمي هذا النص وما غرضه؟ ينتمي الى العصر العباسي، وغرضه الغزل العفيف. وقلنا في البدايه ان الغزل العفيف نوع من الغزل كان منتشرا في العصر العباسي، ولكن لن يستطع هذا النوع ان ينافس الغزل الصريح. كان من اشهر اعلام الغزل العفيف العباس ابن الاحنف، هو امام هذا الفن. ولذلك حتى لو جالي سؤال وقال لي فيما اختلف العباس ابن الاحنف عن بقيه الشعراء في عصره، نقول ان هذا الرجل تفرد في لون واحد من الوان او غرض واحد من اغراض الشعر، وهو الغزل العفيف، باستثناء قصيدتين تقريبا في غير الغزل، لكن معظم القصائد بتاعته في غرض اخر، في غرض واحد وهو الغزل العفيف. ده هذا ما تفرد به العباس ابن الاحنف. ننتقل الى سؤال الى نص اخر، والى سؤال اخر في النصوص. والنص اللي احنا هنراجعه دلوقتي معاكم نص بعنوان عودوا الى مصر، نص جميل. ابياته تقول: عودوا الى مصر ماء النيل يروينا، منذ ارتحلتم وحزن النهر يدمينا، اين الزمان الذي عشناه اغنيه فعانق الدهر في ود امانينا، هل هانت الارض ام هانت عزائمنا، ام اصبح الحلم اكفانا تغطينا. الاسئله ممكن تيجي مرادف كلمه يدمينا، يا ترى يدمرنا، يكسرنا، يقتلنا، يجرحنا؟ طبعا يدمينا بمعنى يجرحنا. مضاد كلمة هانت، هل هي استقرت أم قويت أم صعبت أم التأمت؟ أعتقد أن أبنائنا الطلبة عارفين هانت بمعنى زلت وضعفت، إذا زي ما أنتم قلتوا فعلا تبقى إيه؟ قويت. من الذي يخاطبهم الشاعر؟ وإلى ما يدعوهم في هذه الأبيات؟ وما هدفه من دعوته تلك؟
الذي يخاطب الشاعر هنا أبناء مصر ويطلب منهم أن يرجعوا إلى مصر، وهدف الشاعر من ذلك أن يرجعوا إلى مصر كي يبنوا مصر وينهضوا بمصر، فما يفعلونه في الخارج مصر بلدهم أولى به. يبقى إذن الشاعر يدعو أبناء مصر، هدفه من هذه الدعوة أن يرجع أبناء مصر المهاجرون إلى مصر كي ينهضوا بها ويرتقوا بها مرة أخرى لترتقي سلم المجد والحضارة من جديد. طيب لو سألني سؤال في على هذه الأبيات وقال لي استخرج من الأبيات أسلوبا إنشائيا، أقول له عودوا أسلوب إنشائي نوع أمر غرضه الحس والنصح والإرشاد. طيب محسن بديعي طبعا يروينا ويدمينا تعلمنا، البيت الأول بيكون فيه تصريع، طالما فيه تصريع سر جماله يعطي جرسا موسيقيا جميلا فيطرب الأذن ويمتع النفس. طيب لو قال لي ما نوع الصورة في قوله عانق الدهر في ود أمانينا وما سر الجمال، أقول له هنا استعارة مكنية صور الزمان والأماني بشخصين يتعانقان وسر الجمال التشخيص. طيب سألني سؤال وقال لي بما يوحي التعبير بكلمة عشناه أغنية، أقول توحي بالسعادة والجمال. أيهما أقوى في أداء المعنى، حزن النهر يدمينا حزن النهر يحزننا، طبعا يبقى حزن النهر يدمينا لأنها توحي بشدة الحزن والألم والمعاناة، وإحنا قلنا أن كلمة أغنية توحي بالإيه؟ بالسعادة. إحنا كده بننتقل إلى النحو، آخر حاجة عندنا هنراجع فيها النحو، وقطعة النحو تقول نحن مصريون، قطعة جميلة، نحن مصريون ومصر وطننا الحبيب لا شك، أعظم به وطنا نحوطه بقلوبنا ونحفظه في عيوننا، ونحن المصريين تلهج ألسنتنا بالثناء عليه لا التقليل منه، فمصر أغلى علينا من أرواحنا يحبها جميع أبنائها، وهيهات أن ينال منها الأعداء لأنها كنانة الله في أرضه. أول حاجة لما القطعة بتجيلي بيجيلي عليها إيه؟ مجموعة من الكلمات بيطلب الإعراب بتاعها. فلما أقول لي ومصر وطننا، نحن مصريون ومصر وطننا، إياك أن تنخدع وتقول أن كلمة وطننا هنا بدل مصر، مالها وطننا، مصر مبتدأ مالها وطننا، إذن وطننا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والحبيب نعت مرفوع علامة الرفع الضمة. ننتقل للكلمة الثانية، فمصر أغلى علينا، تعمدت أن نجيب كلمة نفس الإعراب لأن البعض يقول لك إيه مش ممكن يجيب، هو ضعيف احتمال ضعيف، لكن تعمدت أن أجيبها عشان يبقى فيه إيه إنك مش كل مش حاجة اسمها إيه ممنوع، احتمال ضعيف لكن أكون عارفه جاب خبر وخبر ممكن، احتمال ضعيف جدا ماشي لكن ممكن يحصل. فمصر أغلى، يبقى كلمة أغلى هنا خبر المبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة. يحبها جميع أبنائه، من اللي بيحب مصر؟ جميع، يبقى جميع فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة، لأنها كنانة الله خبر أن مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. نأتي للسؤال الثاني، استخرج من القطعة، يطلب مني استخرج من القطعة مثلا اسم لنا في الجنس، يطلب مني أسلوب اختصاص، هيطلب مني اسلوب تعجب، انا هاخدها واحدة واحدة كده. نبدأ باسلوب التعجب. اسلوب التعجب لو انت قرأت القطعة ممكن في اول مرة يعد عليك، انت بتدور على ما اجمل ما اعظم ما اروع، ما لقيتش هتدور على صيغة تانية اللي هي افعل به، هتلاقي في السطر الثاني اعظم به، اعظم به، فالمتعجب لو قالك اسلوب تعجب اعظم به، قالك متعجب منه هتقول الضمير في قوله به، الضمير في قوله به. طيب عايزين نستخرج لن في للجنس، لن في للجنس، بعض الطلبة ممكن يروح على السطر الرابع يقول لي ايه لا التقليل، لا التقليل، لا ده انا جايبه عشان يكون في خداع هنا، عشان اقول لك ان احنا اتفقنا على لن في الجنس يكون اسمها نكرة ما يكونش معرفة، لا يفصل بينه وبين اسمها بفاصل ولا يدخل عليها حرف جر. طب السطر الثاني عندنا لا شك، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، اذا دي اسم لا النافية، لو قال لي نوعه ايه اقول له مفرد، اعربه ايه مبني على الفتح في محل نصب.
طب قال لي عايز استخرج من القطعه اسلوب اختصاص. طبعا احنا متعودين ندور على ضمير اول القطعه، نحن مصريون. فطيب يا ترى ينفع اقول مصريون اسلوب اختصاص؟ اقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لان احنا اتفقنا على ان المختص به يعرب دائما مفعولا به. وبعدين الاسم المختص ياتي لتفسير الضمير المتكلم او المخاطب احيانا، لكن لما اقول نحن مصريون، نحن مبتدا ضمير مبني في محل رفع، اخبرت عنها ان احنا ايه مصريون، اذا لا تصلح. لكن اسلوب الاختصاص جاي بعد كده برضه في ضمير فعلا اللي هي نحن، ونحن المصريين تلهج ألسنتنا. فإذا في السطر الثالث هنلاقي كلمة نحن المصريين، لو قال لي اسلوب اختصاص نحن المصريين تلهج ألسنتنا، قال لي اسما مختصا يبقى المصريين فقط، إعرابه مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. طلب مني برضو من القطعة اسم فعل وبين نوعه، أقول له عندنا هيهات. كلمة هيهات اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي بمعنى بعد. إذا الحاجات دي احنا جبناها، عندنا صوب الخطأ فيما تحته خط فيما يأتي. مع التعليل لا حافظون قرآن مكروهون، فيها خطأ طبعا، فيها خطأ. هي تقول لي لأنها فعل الجنس، طيب يبقى بتعمل ايه؟ بتنصب لما يكون اسمها مضاف او شبيه بالمضاف، يبقى لا حافظي، لا حافظي قرآن مكروهون. الجملة الثانية ما أعظم حافظون، هتبقى ما أعظم حافظي، أحذف النون وخلي بعد الظا حرف الياء. كيف تكشف في المعجم عن كلمة الثناء؟ كيف تكشف في المعجم عن كلمة الثناء؟ في مادة ثنايا باب الثاء فصل النون مع الياء. السؤال الأخير ضع مكان النقط اسم فعل مناسب هذا المال فتصدق به. انا طبعا ساعدتك وجبت لك اربع جمل وجبت اسم الفعل اختار منه، تختار وي ولا اليكما ولا شتان ولا حذاري، اعتقد اتب اليكما هذا المال فتصدق به بمعنى خذا. الجملة الثانية ممن يعيش، ما من يعيش، من يعيش لنفسه، لنفسه وحدها، ممن يعيش لنفسه وحدها، ممن هي صحيحة. يبقى هنا يختار وي ولا حذاري ولا شتان، وي أعجب، ممن يعيش لنفسه وحدها. الجملة الثالثة حذاري أن تغتاب الناس، وخصوصا احنا دخلنا شهر رمضان فما ينفعش الغيبة لأنها تبطل أو تفسد من مكروهات شديدة جدا في الصيام وغير الصيام. آخر واحدة هتبقى شتان ما بين المهتدي والضال. أبنائنا الطلبة وبناتنا بكده نكون احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كل الدعاء للجميع بالتفوق والنجاح.